الشمس لا ما تقدر تضويها ايه صارت عمية الشمس لا ما تقدر تضويها يا لوانها نامت على شفاف الدرب لك عذب نامت على شفاف الدروب طعم العطش لجلك عذب يا من الما تدن واحنا بجيت انتمن يا حلي من الماه يمنى لك جم ظلم انت عنا صدق ما بعد بي كل ما إلي جاي القمر ضايعت الليالي سليات صارت عمية تدري الشمس لا ما تقدر تضوي اليوم الحشر وجدانه ندمع وفا ونركع شعور من كربلاء اليوم الحشر نركع وفا وندمع شعور ونحبك لا نحبك واقرب انت جمال حسبر ظل سهرنا بجد عمرنا الشمس الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد الحمد لله عدد ما كان الحمد لله عدد ما يكون الحمد لله بقدر عدد الحركات والسكون السادة الأجلاء المشايخ الكرام الأساتذة الشعراء الأخوة الحضور أرواح الشهداء الحاضرة معنا في هذا المحفل اسمحوا لي أن أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهني العالم الإسلامي أجمع ومراجعنا العظام بمناسبة ولادة منقذ البشرية بمناسبة ولادة العدالة بأكملها بمناسبة ولادة الإنسانية بأتمها ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف لذكره الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات أيها الأحبة كل الأعمال تفسد لم تسبق بقراءة القرآن تعالوا معي لكي نحافظ على عملنا هذا من الفساد نسبقه بأي من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا القارئ حيدر سلمان سالم نور طريقه بذكر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
ولا تنقصوا المكيال والميزان عليكم بحفيظ. صدق الله العلي العظيم. الدماء التي سقطت من أجل أن تبقى دماؤنا شهداء العراق الذين منهم من ترك أمه وذهب لنصرة الأمة، ومنهم من ترك أباه وذهب إلى الله، ومنهم من فقد وعيه في الحرب ولكنه لم يفقد العراق. وعندما سئل أحد الشعراء كم عدد الشهداء الذي وصل إليه العراق فقال الطين زلم لم تعد تفحط بحيث النجف صاير لونها مرقط. ليس أنا أيها الأحبة إلا أن نقف سوية لقراءة مباركة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق أجمع، وإلى فقيد حفلنا هذا المرحوم الشاب الأستاذ الذي كان حاضرا معنا في هذا المحفل اليوم حاضرا معنا وعطر حضوره حاضرا معنا الأستاذ علي يوشع، له ولشهداء العراق الفاتحة مسبوقة موثقة بعطر الصلاة على محمد وآل محمد. المقدس فوجدته جار الانتصار. قال لي ما الأخبار؟ قال لي ما الأخبار في الصويرة المجاهدة؟ فقلت له في الصويرة بدأت الأخبار تدل على حبهم للحشد الشعبي المقدس. قال كيف؟ قلت له في الصويرة سوف يأتي يوم لا يزوج فيه الرجل ابنته إلا لرجل قد شارك في صفوف الحشد الشعبي المقدس في الصويرة خادم في الصويرة. أيها الأحبة قال لي ما الأخبار في الصويرة؟ فقلت له سوف يأتي يوم لا يزوج فيه الرجل ابنته إلا لرجل قد شارك في صفوف الحشد الشعبي المقدس. سوف يأتي يوم سوف تكون الساعة بلا ميل الثواني ولا ميل الدقائق. لماذا؟ لأنهما سيذهبان للالتحاق في صفوف المقاتلين دفاعا عن الوطن والمقدسات. وفي الصويرة أيها الحبيب يا من سألتني عن الصويرة، فالصويرة أصبحت السنة تتكون من أربعة فصول. ما هي؟ ربيع، أريد صوتك وياي تعدد الفصول الأربعة. ما هي؟ ربيع، الفصول الأربعة ما هي؟ ربيع، خريف، شتاء، صيف. كلا، بل هكذا أصبحت في الصويرة. ربيع، خريف، شتاء، حشد. أين فصل الصيف؟ نعم خادم، هكذا أصبحت الفصول الأربعة. ربيع، خريف، شتاء، حشد. أين فصل الصيف؟ نعم، إن فصل الصيف قد انسحب عندما رأى الحرارة في رؤوس المقاتلين المختومة من قبل قائد الحرارة أبي الفضل عباس عليه السلام. سوف يقوده السيد رسول الياسري مرحبا بذكري محمد وآل محمد. إن لم تصلي على النبي وآله بطلا وردت منك كل صلاة. فالهج بذكرهم وصلي عليهم
فالهاج بذكرهم وصل عليهم فقد عرف المحب بكثرة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم وعالي شاعر كان يزامط أخونا العريف، عريف الحفل، يزامط بهل الصويرة. احنا نريد زماطنا يكون ما يطيح للقاع، وما اريد الوقت استهلكه، يعني هو وقت عندي محدد، فاريد الصوت حتى انه يدلل على فعلا انه المزامط ما يطيح للقاع. فالهج بذكرهم وصل عليهم فقد عرف المحب بكثرة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله إن شاء الله. صفحة اختصرها، ما تحدث عن ولادة، يقول غيبة، يعني هو ما مولود شلون يجي؟ سامعين اليوم انه الكلام مش قد انه فيه انه تأويلات وتدقيقات حتى من داخل الوسط الشيعي. غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي غيبتك أوصلت مصائبي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد بفجائع الجمع والعدد. إلى ذلك الشاعر الذي لكثرة الضربات الشعرية في قصائده حتى قررت الدولة منع التجوال منذ الساعة الواحدة شعرا وحتى نهاية القصيدة، ولكنهم تفاجؤوا في أن التجوال نفسه قادم، ولكنهم تفاجؤوا في أن التجوال نفسه قد سقط بالضربات الشعرية التي يطلقها هذا الشاعر. له بنت اسمها القافية، لم يقوم بتزويجها إلا لصدر القصيدة الذي تتوصف فيه المواصفات الشعرية، وإن أسكنها في منزل خاليا من الزحاف الوزني لن أقدمه باسمه بل أقدمه بلبل الحشد الشعبي المقدس، فليتفضل مشكورا. أهلي وأحبتي، كل عام وأنتم بألف ألف خير. نبارك لكم ولادة الأئمة الأطهار الأقمار الشعبانية، الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام والإمام الأكبر عليه السلام وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن أدخل في رحاب ما أقرأ لمحة أو ومضة للشهداء، ولكن هي طبعا للقاسم المشترك والإمام القاسم ابن الحسن عليه السلام، لذكر الشهداء صلاة تليق بمحمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. النساء القصة نجفوف النبيهن، النساء القصة نجفوف النبيهن من جماله وفقدن بيوسف وعيهن، لو وقتهن طالع القاسم عليهن كان قصر روسهن مو بس ديهن. النساء القصة نجفوف النبيهن من جماله وفقدن بيوسف وعيهن،
لو وقتهن طالع القاسم عليهن كان قصر روسهن مو بس بيهن. أحمدك على هدايانا يا مهدي، أحمدك على الهدايانا يا مهدي، وسولف عن عشق زغري. أحمدك على الهدايانا يا مهدي وسولف عن عشق زغري. يا مهدي ليلة مولدك طلت يا مهدي وزهت برض الصوير شموع هي. عشق زغري يا مهدي ليلة مولدك طلت يا مهدي وزهت برض الصوير شموع. الله أعياد أعياد، الله ميلاد ميلاد، إيه أعياد أعياد، والله للمهدي يا رب العرش عجل ظهوره. ميلاد مهدينا، أعياد أعياد، أعياد أمانينا، إيه المهدي يا رب العرش عجل ظهوره. مبدعا كما تمنى من وزارة الصحة أن يضعوا صوته في ردهة انتعاش القلب لما فيه من انتعاش القلوب والأسماع معا، وذلك المنشد الذي يشد القلوب بالشرايين والأوردان، له هو المنشد العراقي المبدع والنجم العراقي اللامع علي الدلفي، فليتفضل مشكورا. والنفس حاضن ريتي يقبلها بشواق والسمر، وعيوني زعلت على الوسل وترافقت ويا السهر. هل يلم الزوق السماء وممهوره للجنه المهار، والبدر تنبر 14 عريس، هالليل القمر والينشد الليل شكو، والينشد الليل شكو، خلي ينظر الشيعة علي بوجوههم يلقى الخبر، وقلوبهم قبل اللسان تجاوب. هالليل ميلاد الإمام المنتظر، ولينشد الليل شكو، خلي ينظر الشيعة على وجوههم يلقى الخبر، وقلوبهم قبل اللسان تجاوبه. هالليلة ميلاد، ميلاد الإمام المنتظر. نبتلاكم بوسات أبو أمير زين؟ اي والله يوجع. الله يحفظك أستاذنا العزيز اللي هواي تعلمنا من عنده صراحة، الذوق الشعري والاختيار الصح، صفقة لأبو أمير يستاهل والله.
كل الهوسات اللي راح أقراها هي ناظم الحاشي الكبير. بميلادك نهني الشيعة يا مولاي يا فرحة الزهرة ونور هالمولود. بميلادك نهني الشيعة يا مولاي يا فرحة الزهرة ونور هالمولود. يا سبحة علي من الخير للشاهود يا نور الشجرة ها يا نور الشجرة المعصومة يا نور الشجرة ها المعصومة يا نور الشجرة المعصومة يا نور الشجرة المعصومة يا نور الشجرة. كلمة يا ابو راس الحار صدق بس عليك تلوك. العباس سلام الله عليه. كلمة يا ابو راس الحار صدق بس عليك تلوك والرادة ودليل الهاي مثل الرادة ودليل الهاي مثلك بشر ما مخلوق. يوم ننزل راسك لقوا راس الرمح محروق محروق واشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي ها نار بالاخير بالاخير نار الغيرة واشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي ثوب الخوة عد عباس غطى العباس وفراشه الزهرة الحاكتة لحسين وحيدر فصل قماشه وبيد لبس جبريل للعباس دجداشه وبيد لبس جبريل للعباس دجداشه ولطب ضمها وعيد بيها لطب ضمها عيد بيها للطف ضمها لزمها الراية ابو فاضل وشق صدر الزلم بيها لزمها الراية ابو فاضل وشق صدر الزلم بيها ومن كثر الزعل مطبوع جف بخشب ساريها ما كان رايه بيده نقول كان زين ابو حاميها والله ما كان رايه بيده تقول كان زين ابو حاميها وشلون تطيح اختم نيده وشلون تطيح اختم نيده وشلون تطيح اختم نيده وشلون تطيح حسين السلم الراية وحلف عباس للراية حسين السلم الراية وحلف عباس المن للراية مطيحين قال لها وعرفت بيه الكفاية طب نهر الفرات وقايم دقها على المسناية دقها على المسناية وحل شفة وما حل الراية حل شفة بارك الله فيكم بس اذا نبقى هيك ما راح نطول يعني اللي نريد الكل يشارك اليوم مولد ها ليلة مولدك فتحيرة بيها الشتاء والصيف يتعارك عليها ليلة مولدك فتحيرة بيها الشتاء والصيف يتعارك عليها هذا المستهل اريد الكل يشارك ها ليلة مولدك فتحيرة بيها ليلة مولدك فتحيرة بيها الشتاء والصيف يتعارك عليها والله ليلة مولدك فتحيرة بيها ليلة مولدك فتحيرة بيها الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء ها الكل الكل يحكي
والله ليلة مولدك فتحيرة بيها ليلة مولدك ايدك ايدك فوق الشتاء والصيف الشتاء والصيف يتعارك أعلى شباب ليلة مولدك الشتاء والصيف يتعارك عليه الشتاء والصيف أعلى أعلى بعد ليلة مولدك فتحيرة بيها ليلة مولدك الشتاء والصيف يتعارك عليه الشتاء بعد مرة سمعوني ليلة مولدك الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء والصيف يتعارك عليها اسرع الشتاء هلا الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء يقول هاي الليلة عندي ويقول الصيف بي يصير مهدي الزمان يقول انا ايد على خدي الزمان يقول انا ايد على خدي اجيب من الفصل اللي يحتويها اجيب من الفصل ليلة والله ليلة مولدك فتحي ربي هلا ليلة مولدك الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء والصيف يتعارك عليها اي اله الكون رادي رب الاثنين قطع هاي السماء للمهدي نصين نهار وليل طلعا بها فتحين نهار وليل طلعا بها فتحين منظر صار لا يوجد شبيه اي منظر صار لا يوجد شبيه والله ليلة مولدك ليلة مولدك الشتاء والصيف يتعارك عليها الشتاء اسرع الشتاء والصيف هلا بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين تحت شعار التمهيد لدولة العدل الإلهي ليلة النصف من شعبان وهي ليلة بالغة الشرف وقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال سئل الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان وقال عليه السلام هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر فيها يمنح الله سبحانه العباد من فضله ويغفر لهم بمنه فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها فإنها ليلة إلى الله عز وجل على نفسها لا يرد سائلا فيها ما لم يسأل الله بمعصية وإنها ليلة جعلها الله لنا أهل البيت بقدر ما جعل ليلة القدر لنبينا عليه السلام فاجتهدوا في دعاء الله والثناء عليه ومن عظيم بركات هذه الليلة المباركة إنها ليلة ولادة سلطان العصر وإمام الزمان الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا أرواحنا له الفداء ولد الإمام عليه السلام عند السحر سنة 255 هجرية ولد في سر من رأى وهذا ما يزيد هذه الليلة شرفا وفضلا سادة الحضور شكري وتقديري لكل الذين تتشموا عن هذا السفر شكري وتقديري للجان الفنية التي عملت ليل نهار من أجل المهرجان وهذا الكرنفال الجميل شكري وتقديري لكل من أوقد شمعة أو ساهم أي مساهمة شكري وتقديري
للقوات الأمنية التي أخذت مواضعها قبل غروب الشمس. شكري وتقديري لأبناء الحشد الشعب المقدس لما بذلوه من تضحية في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. شكري وتقديري لأبناء مدينتنا لما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المهرجان.